يا صباح الخير ويا صباح الرضا ويا صباح البركة عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم رمضان، يا رب كده يجعله خير وبركة علينا. النهاردة هنعيش مع بعض اليوم روتين بقى جامد، هنعمل مع بعض حاجات كتير وجميلة وهنبدأ يومنا مع بعض. عايزاكم كده تقوموا كده تشجعوا، فتحي شبابيكك وخليكي نشيطة، ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه النهاردة في يومنا. بس قبل ما نبدأ، لايك للفيديو وشير كتير، واللي ما اشتركش يشترك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنسمي بسم الله ونصلي على النبي كده. طول ما انت واقفه كده بتعملي اي حاجه تصلي على النبي وتذكري ربنا. معايا هنا الطاجن، انا حطيت فيه حلقات بصل وحلقات طماطم وشويه كده من العيدان ورق العنب، وطبعا كلنا بنعرف نعمل تسبيكه المحشي وعملته معاكم قبل كده. هناخد بقى ورق العنب كده هرصه في قلب الطاجن. خلاص كده حبايبي انا رصيت الطاجن بتاعي، هبدا بقى كده اسلق الفراخ. انزل كده بحته زبده وانزل بالفراخ كده، هديها تشويحه بقى واقطع عليها جزرايه، عندي فلفل كده بصلايه طماطمايه كده برضو شويه كده من فلفل اسود، نص عود قرفه لورا، اقلبها بقى كده على الجنب التاني. محضره معايا ميه سخنه عشان انزل بالميه السخنه على الفراخ على طول، كام واحده كده من الحبهان. اقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض، اول ما تتشوح هنزل بقى بالميه السخنه على طول، هاخد بقى كده الميه السخنه وانزل بيها على الفراخ. بسم الله، هسيبها بقى تتسلق ونروح نشوف هنعمل ايه تاني. هحط بقى كده الطاجن بتاعي في الفرن، انا حطيت قطعه زبده كده على الوش وشرايح ليمون، ومعايا هنا شوربه لحمه كانت عندي في الفريزر سخنتها وحطيت عليها حته صلصه كده عشان تخلي المحشي لونه احمر. غلى معايا اهو، هاخد الشوربه كده وانزل بيها على المحشي. بسم الله، اهز الطاجن بتاعي كده واشوف لو احتاج شوربه احط له تاني. اغطيه بقى بورق فويل وادخله الفرن. هنبتدي بقى نعصر اللحمه بتاعتنا عشان نعمل صينيه الرقاق. طاسه كده تسيبيها تسخن على البوتاجاز، هننزل برده كده حته زبده وشويه من الزيت. معايا بصلتين كده هقطعهم، البصله تدبل معايا، هنزل كده في حته ثوم اهي، حته ثوم كده صغيره مشوح كده مع البصل. حته الثوم دي بتدي طعم حلو قوي للحمه المعصره. نزلت كده باللحمه المفرومه اهي، هخليها بس تاخد لون. انزل بقى كده بالبهارات بتاعتي، شويه كده من الفلفل الاسود، ملح، ورقتين كده من اللورا، وحدتين كده من الحبهان، وشويه من الخل، شويه صغيرين خالص. اقلب كده. هتقولوا لي بتحطي خل على اللحمه؟ اه جربوها بتدي لها طعم وريحه فظيعه. شويه كده من السبع بهارات، معلقه صغيره من البابريكا، شويه كده من الكزبره الناشفه، شويه من بهارات اللحمه، واخر حاجه سيبنا كده من القرفه. هقلب بقى كل البهارات بتاعتي دي كده في قلب اللحمه كده، العصاج يبقى جاهز معايا. هشوف بقى الفراخ كده استوت معايا وبقت زي الفل، طلعها بقى هطفي بقى النار ونروح نعمل الرقاق مع بعض. هنبتدي بقى نعمل صينيه الرقاق، انا دهنتها شويه زيت كده من تحت، وبعد كده هرص الرقاق بتاعي في الصينيه كده. صلوا على النبي يا جماعه كده واشكروا ربنا وانتوا واقفين عشان ربنا يطرح البركه في الحاجه اللي احنا بنعملها. انا صينيه الرقاق بحط الصغيره بحط خمسه تحت وخمسه فوق، صينيه الرقاق اللي معايا ديت كبيره شويه فهزود في الرقاق شويه. هكمل بقى بقيه الرقات كلها كده وارجع لكم تاني بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هننزل بقى كده باللحمه بتاعتنا اللي احنا عصرناها، ريحتها خطيره، صينيه رقاق بقى معتبره. شايفين الجمال بقى والحلاوه؟ هوزع بقى اللحمه بتاعتي كده واعمل الجزء الثاني من الرقاق بتاعي. خلاص يا حبايبي كده انا خلصت صينيه الرقاق بتاعتي، هنزل بقى كده بشويه كده من الشوربه على الرقاق بتاعي، وبعد كده اقطعه وادخله الفرن على طول، تحطلوش بس شوربه كتير بس كده. ايه رايكم بقى في صينيه الرقاق بتاعتي ديت؟ اضغطي لايك بقى لصينيه الرقاق الخطيره دي. يلا نقطعها بقى ندخلها الفرن على طول. هنبتدي بقى نعمل الملوخيه بتاعتنا، انا حطيت هنا توم على كزبره ناشفه على شويه كده فلفل اسود، وهنا الشوربه بتاعتي انزل بيها معلقه كده كبيره من الكزبره والتوم في قلب الشوربه، واول ما تغلي انزل بالملوخيه بتاعتي على طول. حط كده معلقه سمنه. الشوربه يا حبايبي غلت معايا، هنزل بقى كده بالملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب اوطي النار كده. دي ملوخيه ناشفه حط لها كده شويه من الكربونات عشان تديها بس ايه عرق كده وخضار. شايفين لو احتاجت معايا شوربه بحط لها كده شويه من الشوربه تاني، ما تخليش التقليه تتحرق منك عشان ما تمررش. انزل كده بالتقليه. بسم الله، شايفين الجمال؟ شمين الريحه فظيعه.
كده الملوخيه جاهزه معايا، هديها غلوه كده واطفي عليها على طول. دلوقتي بقى نحضر الحاجه الحلوه بتاعتنا. اول حاجه دلوقتي هنعمل العسل او الشربات. انزل كده كوبايتين من السكر. طبعا اول يوم رمضان لازم الحاجه الحلوه، طبعا لازم صينيه كنافه كده معتبره، هنعملها بقى بطريقه تحفه. كوبايتين السكر هنحط عليهم كوبايه ميه كده، هنشغل عليهم النار بقى لمده 5 دقائق. هسيبه اول ما يغلي، مش هقلب اي حاجه فيه دلوقتي عشان ما يسكرش معايا. اول ما يغلي لمده 5 دقائق كده قلبي براحتك، وبعد كده تطفي عليه النار شويه الفانيليا بتوعك، وكده يبقى العسل جاهز. خلاص كده حبايبي العسل معايا جاهز اهو، 5 دقائق بالظبط. طبعا لازم تحطي نص ليمونه، كوبايتين السكر عليهم كوبايه ميه عليهم نص ليمونيه. هننزل بقى كده بشويه فانيليا مش كتير. لازم اول حاجه تعمليها هو الشربات او العسل بتاع الكنافه، عشان لازم يبقى بارد مش سخن. هسيبه بقى يبرد ونروح بقى نعمل الكنافه مع بعض. هنبدا بقى نعمل الكنافه. احنا عملنا العسل، هنزل كده معلقتين من السكر البودره، هقلب كده السكر مع الكنافه. انا جبتها وحطيتها في الفريزر وبعد كده كسرتها بالشكل ده، هتبقى معاكي سهله في التكسير. هنزل كده كوباية سمنة، بسم الله، هشرب بقى السمنة في قلب الكنافة كده. هجيب بقى صينية كده وادهن فيها سمنة، حتة سمنة كده محترمة، وهنزل كده بنص كمية الكنافة، واقسمها كده اهو، وهنزل كده بنص كمية الكنافة. تضغطي كده بايدك او بحاجة او بصينية اصغر من دي، تضغطي كويس عشان تبقى متساوية معاكي. نعمل بقى حروف كده للصينية. تعالوا بقى نعمل الحشو بتاع الكنافة. انا حطيت هنا 2.5 كوباية من اللبن، هنزل كده 2 معلقة كبار من النشا، عليهم 2 معلقة كبار من الكريم شانتيه، واحط كده 1 معلقة كبيرة من السكر، واقلب كده لحد ما القوام بتاعه يتقل معايا. هنزل كده بالكريمة بتاعتي، احطها كده واسيبها بقى ايه تمسك نفسها شوية، تشد كده، وبعد كده احط الطبقة التانية وادخلها الفرن. خلاص كده حبايبي صينيه الكنافه جاهزه اهي، هدخلها بقى الفرن ونرجع ونشوفها بعد ما تطفى. بصوا حبايبي انا عملت الفراخ، قطعتها كده 4 ارباع وعملتها بالبيض والبقسماط وهحمرها في الزيت. يلا بينا نروح نحمرها. خلاص يا حبايبي الكنافه طلعت اهي، والعسل ساقع اهو، هي سخنه كده، هنزل بالعسل عليها. شايفين بقى الجمال ده كده؟ انا بعد ما قلبتها حاجه بقى كده عظمه، عايزاكم تجربوها بالطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم. حاجه عظمه على عظمه، صينيه الكنافه دي عايزه لايكات كتير. خلاص يا حبايبي كده الاكل معايا جاهز، صينيه الرقاق طلعت من الفرن، شايفين بقى الجمال، ايه رايكم؟ وعملت الملوخيه وطاجن ورق العنب اهو، يستاهل بقكم، حاجه كده عظمه على عظمه. ده كان النهارده الروتين بتاعنا اول يوم رمضان. لو عجبكم الفيديو بقى لايك كده حلو وشير بألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم باذن الله فيديو جديد في رعاية الله.